يتكلم عن اتوميك ستراكشر اند بيريودستي. اتوميك ستراكشر يعني البناء الذري، يعني الذره مما تتكون، وبريدستي الصفات الدوريه للجدول الدوري، يعني على اي اساس رتبوا الجدول الدوري، ايش هي الصفات المتكرره كل 18 خانه. نبدا باول ملاحظه، بيقول in order to understand electrons and how they are arranged in atoms، يعني عشان نفهم الذره والالكترونات اللي حولها كيف تترتب فيها، it's necessary to understand، انه من الضروري انك تفهم اللايت اللي هو الضوء والاميشن اوف لايت، وطيف انبعاث الضوء من الذرات. الضوء يتكون او نطلق عليه electromagnetic radiation، اشعاع كهرومغناطيسي. electromagnetic radiation، اشعاع كهرومغناطيسي، وهو احد اشكال الطاقه التي تنتقل بالفراغ. من الامثله على الالكتروماجنتيك راديشن اللي احنا راح نهتم فيها عشان من خلالها نفهم الالكترونات وتوزيعها حول الذره، امثله عليها اللي هو الضوء القادم من الشمس، the light from the sun، هذا اسمه electromagnetic radiation. ايضا الاكس رايز يوز ان دنتستس، الاشعه السينيه اللي يستخدمها طبيب الاسنان. ايضا راديانت هيت فروم ذا فاير بليس، الوهج اللي انت تشوفه حوالين النار لما تولع نار، في وهج طالع منها، هذا الوهج مثال على الضوء، وهو يعطي ضوء في الليل اذا انت تشوف ضوء لونه احمر. ايضا انرجي يوز تو كوك فود ان مايكرويف اوفن، والطاقه اللي نستخدمها في طبخ بالمايكرويف، مع العلم ان المايكرويف في يعني شويه خطوره، اذا طبخت مايكرويف سيب الاكل على الارض مده 3 إلى 5 دقائق عشان يتفرغ من اي اشعاعات ضاره فيه. وفي ماده الكيمياء الصناعيه راح نعرف شو هي انواع المواد او الاشعاعات الضاره اللي تخزنت في الاكل. عموما ويفز يعني امواج. have three prime، طبعا ليش جبت كلمه waves؟ لان اللايت ينتقل على شكل ويف، الضوء بالفراغ in space ينتقل بهذا الشكل هيك، هذا معنى ويف. ويف يعني موجه. waves have three primary characteristics، هذه الموجه لها ثلاث خواص مميزه لها. اولا الويف لينث، فريكوانسي، سبيد. ويف لينث اللي هي الطول الموجي، فريكوانسي اللي هو التردد، وسبيد اللي هي سرعة انتقال هذه الموجة in space. ويف لينث ويطلق عليها لمدة، ورمزها بهذا الشكل هيك، نرسمها هيك، هذا هي لمدة. is the distance between two consecutive peaks or troughs، يعني هذه القمة وهذه القمة هي المسافة ما بين قمتين consecutive، يعني إيش؟ يعني متتاليتين، يعني ما ينفعش أقول المسافة بين هاي القمة وهاي القمة، لا، إنما هاي القمة واللي وراها مباشرة اللي هي هاي القمة. إذا المسافة من هون لهون اسمها يا جماعة لمدة، شو اسمها؟ لمدة. أو troughs يعني هذا القاع والقاع اللي هون، هاي أيضا مسافة اسمها لمدة، مش هذا القاع مع هذا القاع مثلا. طيب إذا distance between two consecutive peaks or troughs in a wave. الفريكوانسي تعريفه التردد، وراح يكون هذا ناس كثير خطأ أن يلفظوا V، هو نيو وليس V، وبيكون هيك يعني مايل بهذا الشكل هيك، يعني زي V بس ما يلا هيك، تمام؟ بس بالوورد ما فيش، ما لقيت هذا الرمز بهذا الشكل، بدي سيمبل وادخل رموز رياضيه، فكنت زهقان فحطيت لكل V مايلة شوي، لكن هي مش V، هي نيو، وهذا هو التردد. والتردد اللي هو الفريكونسي is defined as، يعرف بانه number of waves or cycle per second، يعني عدد الامواج أو الدوائر خلال الثانية الواحدة
that pass a given point in space الذي يمر في نقطة ما في الفراغ. يعني لو جبنا هذا جدار وربطنا فيه حبل هون وأنا كنت واقف هون وبشد الحبل وبحركه فوق تحت فيعطينا هذه الأمواج. أوكي؟ لو كان في واحد واقف هون عند هاي النقطة بالفراغ أو عند هاي النقطة، يعني أقصد هذا مثلا هاي نقطة معينة بالفراغ، وكان معاه ستوب ووتش وبيعد أكم من قمة مرت خلال هاي النقطة في الثانية اسمه تردد. طبعا هذا شخص ما يقدر يقيس أجهزة. فالفريكونسي هو عدد الأمواج، كم موجة مرت من هاي النقطة خلال ثانية واحدة، هذا هو الفريكونسي اللي هو التردد، عدد الأمواج في الثانية الواحدة. طيب since all type of electromagnetic radiation travel at speed of light، بما إنه كل أنواع الإلكترومغناطيسية radiation تمشي بسرعة الضوء، short wavelength radiation must have high frequency. يعني الطول، يعني كل ما كان الطول الموجي أقل أو أقصر كل ما كان التردد إيش ماله أعلى. والآن نوضحها في الشريحة اللي بعدها، هاي الملاحظة بالذات مهمة بيجي عليها ضادعها أو صح وخطأ. هاي الموجة الأولى اللي باللون الأحمر، هاي هيك. طبعا المسافة من هون لهون هي نقطة بالفراغ، هي نقطة بالفراغ زي النقطة اللي اتفقنا عليها قبل شوي، يعني زي كأني أنا واقف وين، زي كأني أنا واقف هون. أوكي؟ بس هاي النقطة شمالها كبروا لكم إياها بهذا الشكل علشان تشوفوا الأمواج. الآن هاي النقطة كم في الثانية الواحدة، يعني هاي الشيء شو بقول لك هنا في الثانية الواحدة، يعني هذه نقطة في الفراغ خلال ثانية واحدة مرت عندي هذه اللي باللون الأحمر، كم قمة عندي؟ 1 2 3 وهنا في عندي نص هناك نص، إذا عندي 4 cycles per second وتسمى هيرتز، وتسمى إيش يا جماعة؟ هيرتز، وسماها نيو 1. هاي جايب ليها هون، جبت من الكتاب، هاي نيو 1 شايفينها مايلة مش في. موجة أخرى بنفس المسافة من هون لهون أعطانا هذه الأمواج. طيب طلعوا هون الطول الموجي كبير مسافة طويلة، هون الطول الموجي أقل مسافة قصيرة، أكم بيك مر خلال هاي الثانية؟ 1 2 3 4 5 6 7 وهون نص هناك نص 8، إذا مر عندي 8 cycles per second أو 8 hertz. طيب مين أعلى؟ هون كان 4 هون كان 8، إذا كل ما كان طول الموجي أقصر كل ما كان الهيرتز أعلى أو الفريكونسي أعلى. آسف، كل ما كان الفريكونسي شماله أعلى. كمان مثال ثالث جاب لك هاي، قال لك طب لو يعني زدنا سرعة انتقال هذا الضوء وبالتالي أعطانا عدد كبير جدا من يعني القمم أو القيعان، طول موجي أقصر، إذن العدد الدورات خلال الثانية الواحدة من هون لهون خلال الثانية الواحدة كان 16 دورة. إذن واضح جدا كلما نقص الطول الموجي كلما زاد التردد. إذن العلاقة بينهم علاقة عكسية. This implies an inverse relationship, inverse proportional، تناسب عكسي between what wavelength and frequency. So wavelength multiplied by frequency equal constant value. تساوي يعني شيء ثابت أطلق عليه فيما بعد سرعة إيش؟ سرعة الضوء. إذن لمدة بالمتر، فريكونسي بالهيرتز، سرعة الضوء متر لكل ثانية، أو هذه بير يعني هاي هيرتز هي سنتيمتر ماينس ون ترى أو بير سكند يعني. طيب characteristic of electromagnetic radiation، بعض الخواص المميزة للإلكترومغناطيسي radiation لهذا الإشعاع الكهرومغناطيسي، أعطانا جاما راي وطولها الموجي، لأنه يتكلم هنا عن الطول الموجي
10 أس ناقص 12. طيب وأعطانا الإكس راي 10 أس ناقص 10 أكبر شوية طول الموج، وأعطانا الألترا فايولت 10 أس ناقص 8، وأعطانا الفيزيبل. إذا خلينا الفيزيبل نجي على الإنفراريد، أعطانا 10 أس ناقص 4 كبير طول الموج، أعطانا الميكروويف 10 أس ناقص 2، هذه الأرقام لا تحفظ بس الترتيب يحفظ، وأعطانا الراديو ويف 100 أو 1000 أو 10000 أو إلى آخره. أول شيء الطول الموجي لأشعات الراديو كبير جدا. إيش يعني كبير؟ يعني المسافة ما بين هذه الموجة وهذه الموجة 10 كيلو، يعني من العمال لمعان بدنا 20 موجة بس أشعات الراديو. عشان هيك هاي الأشعة ما بتأثر في الإنسان، ولا أشعة الميكروويف تأثر في الإنسان، الريد تأثر هالأثر في الإنسان، ولا أشعة الفيزيبل، وهذه سبحان الله هي المنطقة الوحيدة اللي تأثر اللي الإنسان يقدر يشوفها من كل هذا الطيف الكهرومغناطيسي. يعني هذا الطيف الكهرومغناطيسي كله جاي من الشمس، في جاما وفي إكس راي وفي ألترافايل وفي إنفراريد وفي في في كل ما بنشوفه اللون الأسود، ما يعني اللون الأسود اللي هون على الرسمة، أقصد اللون الأسود اللي على الرسمة هون ما بنشوفه، كل هاي الأشعة ما بنشوفها، شوف فقط الفيزيبل لايت، وهذا تحفظه. 10 4 في 10 أس ناقص 7 إلى 7 في 10 أس ناقص 7، 10 أس ناقص 7 ثابتة، 4 إلى 7 بس، يعني 4 في 10 أس ناقص 7 إلى 7 في 10 أس ناقص 7، هذا بنشوفه أحمر برتقالي أصفر إلى آخره. أشعة ألترا فايولت ما نشوفها، ولا إكس راي ولا جاما. طيب الآن ويف لينث، هون لما أحكي الطول الموجي كبير معناته التردد قليل جدا، عشان هيك التردد للأشعة الراديو بما فيها FM و AM لا تؤثر على الإنسان. لكن تعالوا على الجاما راي، شو يعني 10 أس ناقص 12؟ يعني المسافة بين هاي القمة والقمة اللي وراها، شوف مش قادر أرسم أكثر من هيك، أنا مش قادر أرسم أقرب من هيك، بس تخيل أن المسافة بين هاي القمة وهاي القمة 0.0 2 12 0 بعدين 1، يعني قديش طول الموج؟ يعني شبه لا شيء. إذا التردد هون راح يكون عالي جدا، فأشعات جاما راي إذا جت على الجسم تشتغل زي هيك، تردد عالي جدا، يعني عدد موجات كثير جدا في الثانية الواحدة على الجسم، إذا تسبب السرطان. السرطان هون شو هو؟ هو تغير في ترتيب شيء معين في الجسم، مش عارف شو هو بالضبط، ما أقدرش أفتي فيه، لكن هو خلل يحدث في داخل الجسم، هذه خلايا سرطانية النمو غير منتظم، وسببه التعرض لأشعة معينة تعطيه activation energy عالي جدا، وبالتالي يحدث نمو في هذه النقطة خرافي مقارنة باللي حواليه، فيبدأ يتكون عندك السرطان لا سمح الله. فأي جهاز في جاما راي راح تلاقي فيه احتياطات عالية جدا للسلامة، وكذلك الإكس راي، يعني حتى الإكس راي خطير شوي، يعني درجة الحوامل ممنوع يدخلن على جهاز الإكس راي لأنه يؤثر على الجنين سلبا، وبالتالي يؤدي إلى خلل في جيناته وخلل في شكله إلى آخره، ممكن يموت كمان. فأشعة حتى مصوري الأشعة إكس لازم يلبسوا كوت رصاص مرصع بالرصاص عشان يقللوا من الإشعاعات اللي تجي عليهم، وغير إنه يصور من خارج الغرفة اللي فيها جهاز الإكس راي. والمريض إذا كان مريض مع حدا يقول له ممنوع الحدا هذا يظل معه. إذا كل هذه احتياطات شو سببها؟ سببها إنه الطول الموجي لهذه الإشعاعات قليل جدا، يعني 10 أس ناقص 10 يعني بوينت هذا 1%، لو حطينا هون هنا 1 بالألف زين هون إلى آخره، أنا عندي 10 أصفار بعدين الواحد، يعني طول موجي صغير جدا، إذا تردد عالي جدا. إذا السبب في خطورة الإكس راي هو التردد العالي جدا، وكذلك الألترافايولت، يعني اليو في، في أشعات يو في، في أشعات يو في نعم هي أقل خطورة من جاما وإكس لكنها خطيرة. يعني هذا تحذير دائما أحذره لطلابنا، إنه في عندنا بالجامعة أجهزة يو في كثيرة ورح نتعامل معها ونشتغل عليها، وأشعة يو في أنتم زي ما أنتم لاحظين هنا ما راح نشوفها، لكن للأسف تلاقي في طلاب يعني عنده حب استكشاف غلط، فيقول لك بدي أشوف أشعة يو في، فيفتح الجهاز وهو شغال بيطلع على مصدر أشعة اليو في، أنت يا ابني ما راح تشوفها، ما راح تشوف إشي أبدا، هي أشعة طالعة من الجهاز،
والجهاز مغلق بإحكام وغرفة ظلام وجلد ومش عارف شو، ممنوع ممنوع أبدا إنك تشوف أشعة يو في. ليه؟ أشعة يو في إذا تسلطت أكثر من كأنه حكى للدكتور 7 دقائق أو 5 دقائق على العين، تؤدي إلى تلف في الشبكية، يعني ينعم الإنسان فورا بعدها. يعني كانت الأشعة خطورتها من وين جت؟ من الويف لينث تاعها قليل أيضا، يعني أنت تسولف 10 أس ناقص 8، يعني 8 أصفار على يمين الفاصلة، هذه كارثة. أشعة الفيزيبل الله سبحانه وتعالى حمى العين وخلاها تتحمل فقط هذا الطول الموجي، ها؟ فقط من 4 × 10^7 إلى 7 × 10^7 فقط، هذا الطول الموجي اللي احنا نشوفه واللي العين تقدر تشوفه وتتحمل. عشان هيك احنا لما يصير كسوف للشمس نقول لك لا تطلع على الشمس، لأن الشمس بتطلع إشعاعات هاي كلها. الآن بالأيام العادية ما في إنسان يتحمل ثانية يحدق في الشمس لسبب الأشعة هاي الخطيرة جدا اللي جاية مع أشعة الشمس. لكن لما يصير كسوف بيصير عندك شوية جرأة إنه أنت بتطلع فيها منيح، هذه الجرأة تخلي أشعة جاما وإكس ويو في تدخل على عينك وتأثر سلبا على العيون حسب نسبة التعرض لهذه الأشعة. تمام؟ الآن هون انفراريد ومايكروويف وراديويف، هذه الله سبحانه وتعالى يعني لما خلق الانسان خلاها هذه كمان العين ما بتشوفها، يعني اولا وما تاثر على العين حتى لو شفناها، لكن الافضل كمان ان نتجنب انه احنا يعني نغامر، لانه اي شيء يزيد عن حده ينقلب ضد. تمام؟ فالفيزيبل لايت بدنا نحفظ الرينج تبع الويف لينث هاي. طبعا اذا احنا عرفنا الويف لينث مباشره نقدر نحسب يعني ريت لو توقف الفيديو وتحسب قديش تردد يا ترى اللي هو 10^12. انا عندي اتش سوري 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 عندي لامدا في نيو تساوي 3 × 10^8 اللي هي سي، فسي معك ولمدا معك بتجيب التردد، التردد شو يساوي؟ سي على هذا الرقم، راح يطلع معك رقم هائل جدا، تكتبوه وهون بتكتبوه وهكذا، وشوفوا جزء الشريحة اللي بعدها أكون حاطه. إذا هاي هي الإشعاعات، تمام؟ إذا هذا النظر اللي إحنا بنشوفه، الشيء الإشعاع هذا اللي إحنا بنشوفه شبيه تماما بأيضا الأصوات اللي نسمعها، في أصوات حادة جدا خارج نطاق سمعنا، الله ما يسمعنا إياها. وفي شيء اقل من قدره تحمل الاذن للصوت كمان ما نسمع، هنسمع رينج معين والله مش ما يحضرني كم قيمته، لكن الفكره انه يعني الله سبحانه لما خلق الجسم خلاه وذن رينج معين يتحمل لا اكثر ولا اقل اللي يقدر تتحمل العين. طيب الان السؤال هون calculate the frequency of red light of wavelength. طبعا هنا اي 10^8 عشان هذه بالمتر، هاي بوحدة كاتبينها، نعم هاي بوحدة المتر، انتبهوا لانه هنا قال لي ريد لايت وشفت 10^2 فاستغربت لقيت انها نانو متر، يعني هنا محولها. تمام؟ الريد لايت هنا 7 × 10^7 الى مثلا هذا الرينج 6.1 مثلا في 10 أس. هو اخذ نقطة من هذا اللون الأحمر واللي هي 6.5 × 10^2 نانومتر، طبعا حولوا المتر إلى نانومتر لحالكم تعرفوها. السؤال مش هون، السؤال يقول كالكوليت فريكونسي، احسب التردد لضوء أحمر طول الموجي هيك مباشرة من خلال هذا القانون اللي حكيناه قبل شوي. هنا نيو شو تساوي؟ نيو هون تساوي سي على معامل نيو اللي هو لمدا، هي سي على لمدا سي. طبعا هون سي سرعة شو؟ ركزوا بالله، سرعة الضوء، ماشي ماشي، سرعة الضوء اللي هي 3 × 2.9999 × 10^8. اوكي معلش ثانية واحدة بس، 10^8 متر، شوف ايوه متر لكل ثانية. هلا بما انها متر بدكم تنتبهوا للاسئلة، يعني هو انا جاب السؤال جابه بالنانومتر برجعه متر، كيف ارجعه متر؟
إني أخذ النانومتر وأضرب في 1 متر، هذا conversion factor أخذناه. هذا النانومتر بدي أشطبه بخليها تحت نانومتر، والمطلوب أخليه فوق، تمام؟ الآن بقسم أو أطلع 10 أس 9 أس 10 أس ناقص 9 فوق، ترجع زي ما كانت هون اللي هي 6.5 في 10 أس كم؟ أس ناقص 7، تمام؟ لعل إيه أتأكد من الأرقام، هذا سرعة الضوء 10 أس 8، هون 6 أس 10 أس ناقص 7. الآن الحاسب يطلع معنا الرقم بهذا الشكل، أوكي؟ تخلي سكند بير سكند، لأنه متر مع متر راح تفضل بير سكند، أو خليها هيرتز، اسم العالم اللي اخترع هذه وحدة القياس. طيب، the nature of matter، nature of matter اللي هي طبيعة المادة، حكوا العلماء في نهايات الـ 19th century اللي هم نهاية القرن التاسع عشر، قالوا matter consists of particle والenergy described as wave، المادة تتكون من دقائق والطاقة توصف بما يسمى الأمواج. هنا particle were things that had mass، الأشياء هي كل particle هي أشياء التي لها mass and whole position in space could specify، ولها مكان محدد ومقيد تحجز مكان في الفراغ يعني. بينما الويف were described as massless، الويف ليس لها، الويف اللي هي تصف الانرجي massless يعني لا 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 لا, لا وزن لها، and delocalized و يعني متوزعة على كل الجسم، that is their position in space couldn't be specified، ومكانها لا يمكن تقييده أو تحديده بدقة في الفراغ. في بداية القرن العشرين قالوا لا، جاء بلانك وجانا العالم اللي هو شرودينجر، بس نحكي عن شرودينجر فيما بعد. عموما جانا بلانك في بدايات القرن العشرين وقال لي المتر could absorb or emit ممكن تبعث any quantity of energy only in whole number multiplied quantity. يعني أجا بلانك وقال لك لا، المادة ممكن تمتص أو تبعث طاقة بكمية محددة quantity energy any quantity and only in whole number multiply the quantity h، يعني هو رقم مضروب بماذا ب h. فاقترح قانون بلانك إن هاي الطاقة اللي امتصها المادة N في H في نيو، N في H في نيو، كاتب لي هون so energy is quantized. إيش يعني quantized؟ يعني أصبحنا نقيس الكوانتيتي تاعتها يعني مكممة، يعني ذات قيمة قياسية. Thus energy seems to have particular properties. الآن N إيش هي N و H و V أو نيوسري H معروفة اللي هي ثابت بلانك، وهذا يعطي الأسئلة يعني ما يحفظ 6.26 و N انتجر رقم 1 2 3 رح نذكره فيما بعد، و V أو نيوسري نيو اللي هي frequency of electromagnetic radiation absorbed or emitted. إذن هذا القانون تاع بلانك بدنا نحفظه ونطبق عليه أمثلة. شوف هون مثال. Blue light having a wavelength of، أعطانا طول موجي لضوء معين. Calculate the increment of energy the quantity that is emitted. أحسب أن كمية الطاقة اللي صار لها انبعاث. طبعا دلتا تساوي H في نيو، H في سي على نيو تساوي حكينا قبل شوي سي على لمدة. طبعا ان هون راح نعوضها واحد، ان راح نعوضها واحد لان كل شغلنا راح يكون عدد الهيدروجين. طيب تعويض مباشر، يعني المباشر كل الارقام بدها ترفع لاس 10 اس ناقص 34 ارفعها اس 10 اس ناقص 7 ارفعها اس 10
بس ثمانية بس معلش يا جماعة، في كمان تحت شيء؟ لا ما فيش. طيب إذا تعويض مباشر أرفع هذا ثلاث فوق سي ثلاثة عشر ثمانية، وهنا أهم شيء الوحدات القياس بتروح مع بعض. طبعا دلتا اي 4 فاصلة طلع معنا الرقم بالجول، لانه سكند راحت مع سكند ومتر راحت مع متر، بيصفي معنا الجول. واضح يا جماعة هون؟ طيب another development of knowledge of atomic structure، تطوير اخر في معرفة بنية الذرة came when، اتى متى؟ لما electromagnetic radiation can be viewed as stream of particle called photons. جانا على أينشتاين وقال إنه هذه الموجة للضوء اللي تنتقل هي عبارة عن إيش؟ بارتيكل. يعني تخيل هذه بارتيكل بارتيكل، هذه البارتيكل تمشي على شكل موجة. فأجاب إنه صيغة الديواليتي، ديواليتي اللي هي خاصية المزدوجة ما بين المادة والأشعة. إذا قال إن الضوء بدي أسميه فوتون، وهذا الفوتون عبارة عن بارتيكلز تمشي على شكل موجة. إذا suggest that، اقترح إنه الإشعاع الكهرومغناطيسي ممكن رؤيته as stream. stream يعني زي بخار، زي موجة of particle. stream يعني حنفية من البارتيكل called photon و كوانتايز أيضا، يعني ممكن حساب هذه طاقة هذه الفوتونز بقوانين بلانك. إذا the energy of each photon is given by the expression، أعطانا قانون إله سماه E photon، هو نفس قانون بلانك H في نيو H في سي على مدى لغة N، سماها E photon لأن كل شغلهم على الهيدروجين أتوم. أينشتاين derived famous equation، هذه معادلة أينشتاين E تساوي M في C square، حيث أن M هي كتلة هذه البارتيكل اللي كان يتكلم عنها تمشي على شكل ستريم، و C هي سرعة الضوء. إذن عبارة عن بارتيكل لها كتلة، لها تمشي على شكل ستريم، على شكل يعني ضخ معين أو كمية هذا البار على شكل موجة. إذن M في C سكوير هي معادلة أينشتاين، والماس هنا هي ماس of photon of light. طيب أم شو تساوي في هذه الحالة؟ E على معامل أم اللي هي C سكوير. طيب E أخذناها هناك E فوتون H في C على لمدة H نيو وتساوي H في C يعني. فهنا عوض بدال E هذا المقدار اللي هو H في C على لمدة على C سكوير. هلا C تروح مع C، واللمدة هاي اللمدة تنزل تحت، وبالتالي شو صار؟ H فوق، لمدة هاي بتنزل تحت لأنها أصلاً مقسومة، فصارت لمدة في C. For particles M تساوي E على C سكوير، H في C على C، H على لمدة في V. يعني فقط هنا إذا تتكلم عن فوتون، هاي راح تكون C يعني سرعة الضوء، وإذا كنا نتكلم عن particles أجسام، الأجسام ما بتمشي بسرعة الضوء، بدنا نحط لها سرعتها الخاصة وهي V. نأخذ مثال. Compare between wavelength of، قارن بين طول الموجي لإلكترون ولجسم اللي هو كرة طول. واضح؟ يعني هذا الإلكترون راح نطبق عليه هذه المعادلة، والبول راح نطبق عليها هذه المعادلة، إلا إذا قال لي إنه الإلكترون ما بيمشيش بسرعة الضوء، يمشي بسرعة معينة من سرعة الضوء، بأخذها بعين الاعتبار. إذا قال لي فوتون، لا، فوتون سرعة الضوء مباشرة. طيب أعطانا كتلة الإلكترون وقال لك تمشي بسرعة غير، إذا هذه مش سرعة الضوء، خلاص بتقيد بالسرعة اللي أعطانا إياها في السؤال اللي هي 1 × 10^7 متر في الثانية. والكرة 1/10 كيلوغرام وترافل at speed of 35 متر بير سكند، مباشرة أروح أطبق لاثنين في وليس سي وأحسبها.
ريمبر الجول احفظوه والله، كيلوغرام متر تربيع لكل ثانية تربيع. طب ليش بدي اعمل هيك؟ عشان وحدات القياس الان لما تشوفوها، ووحدة قياس اتش، هاي اتش هي جول في ثانية. طيب الجول هيك حطيت لكم اياه هون في ثانية. الان الثانية هاي راح تروح مع الثانية هاي، يعني الثانية اللي هون ثانية واحدة من جول، بيظل ثانية واحدة. فعشان يقول لك هنا لكل سكند، هذا أول شيء، هذا هو ثابت بلانك. ثابت بلانك جول في ثانية أو كيلوغرام متر تربيع لكل ثانية. يعني في ناس حافظ جول كيلوغرام متر تربيع لكل ثانية، ليش راح الثانية تربيع؟ لأنه في ثانية أصلا بثابت بلانك. عموما نجي نطبق هون، وبعدين معلش لما غيرت الأوفيس قال بالدنيا، يعني هذا الكلام ما كانش موجود كله أصلا. طيب عشان بس أنا هون أنا أخذ من وقتك وسامحوني. التعويض المباشر زي ما انتم شايفين 6.26 في 10^34 كيلوغرام، راح ركزوا متر تربيع لكل ثانية على كيلوغرام، وهنا عندي متر لكل ثانية، فكيلوغرام تروح مع كيلوغرام، والمتر تربيع بتروح مع متر بيظل متر فوق، والثانية تروح مع ثانية، إذا الوحدة كلها صفت على متر واحد. والطول الموجي للإلكترون لمدة إي تساوي هذا الرقم متر. نفس الكلام يتكرر تحت. أوكي ثانية واحدة بس ضبط الرقم اللي تحت. أوكي هنا شطب الكيلوغرام والثانية مع الثانية وصفت معه متر مع متر تربيع، صفوا متر واحد فوق إذا هيك. ونفس الشيء بالنسبة للكرة، ثابت بلانك كيلوغرام متر تربيع بالثانية تحت كيلوغرام متر بالثانية، كيلوغرام تروح ثانية مع ثانية تروح، والمتر مع التربيع راح صفه متر واحد فوق واحد في عشرة. الآن المقارنة بينهم، as the mass become larger the wavelength becomes smaller. هذه نقطة مهمة جدا، لمين كتلته أكثر؟ طلع هذا 10^31، هذا ولا شيء، بينما هذا 1/10 كيلوغرام. طيب لما كانت الكتلة كبيرة الطول الموجي قليل جدا، وهذه علاقة واضحة أنها عكسية، يعني الكتلة هون والطول الموجي هون العلاقة عكسية، بينما هاي مع هاي مثلا علاقة طردية فيما لو كانت مش ثابتة. عموما بما أن الكتلة متغيرة إذا لها علاقة مع مين؟ مع اللمدة المتغيرة. العلاقة هنا عكسية، يعني كل ما كانت الكرة أكبر كل ما كان طول الموجي أقصر. طلع هنا 10^11 بينما هنا 10^34. شو معنى طول الموجي أقصر؟ معناته الجسم هي قليل جدا المسافة ما بين البيك والبيك اللي وراها، إذا يبدو وكأنه ثابت. إذا هذه الكرة ما تتحرك عشان ما هي فيها خاصية موجية لكن قليلة جدا جدا جدا، فعشان هيك يعني ما لا يمكن ملاحظتها بدقة عالية جدا. إذا هنا as mass become larger the wavelength becomes smaller، عشان هيك الكرات الكبيرة يغلب عليها الصفة الجسيمية، بينما الأشياء الصغيرة جدا يغلب عليها الصفة الموجية. يعني هذا طول موجي كبير ترى كمان، يعني في طول موجي أكبر شوي. والآن راح نشوف مع بعض مقارنة حلوة. طيب بيقول لي هنا compute wavelength of each of the following، أعطانا بروتون، هذا بروتون سرعته 10% من سرعة الضوء، يعني اروح اجيب سرعه الضوء اضربها في 10 على 100، وكره التنس هيك سرعتها وهي كتلتها. طبعا 10% هي بهذا الشكل، 10% في 3 يطلع معنا هذا الرقم. بعدين اجيب لمدا اتش على ام في في ميو، سوري نيو اتش تعويض مباشر، بيطلع معنا الطول الموجي للبروتون. وبيقول لك هنا نقطة مهمة جدا، انتبه لازم تكون الوحدة بالكيلوغرام. ليش بالكيلوغرام؟ لأنه الجول فيه كيلوغرام، زي ما عملنا السؤال اللي قبلها.
أيضا لمدة كرة التنس هيك، معناها هذا الرقم. طبعا كرة التنس طلعوا طول موجي قصير جدا مقارنة ب10 أس ناقص 14، مقارنة ب10 أس ناقص 14. أوكي، calculate the De Broglie wavelength اللي هي لامدا for the proton، أعطانا كتلة البروتون. طبعا هذا الكتلة تعطوا السؤال، بس الناس يكتبها فوق في السؤال. أوكي، تخافوش يعني. With velocity 13% of speed of light، حلوا هذا السؤال راح تلاقوا هذا الجواب. Calculate the velocities of electron with De Broglie wavelength of 1 في 10، يعني أعطونا طول الموجي 1 في 10 أس 2 نانومتر، وأعطانا طول موجي آخر، يعني سؤال آخر 1 نانومتر. أوكي، يعني عندي 100 نانومتر، هنا 100 1 في 10 أس 2 يعني 100 نانومتر، هنا 1 نانومتر. بيقول لك كالكوليت فيلوسيتيز، احسب لنا سرعة الإلكترون. إلكترون، ها، يعني بدك تجيب كتلة الإلكترون. طبعا هنا ما كتبتها بالسؤال أو ما كتبها الكتاب بالسؤال، لأنها موجود الكتاب معي، لكن بالامتحان لازم نعطى كتلة الإلكترون 9 في 11 في 10 ناقص 31 كيلوغرام. أوكي، إذا هنا بده الفيلوسيتي من خلال هذا القانون. الفيلوسيتي شو تساوي؟ نظرة تبادل، لاحظ على 1 h في 1 تساوي لامدا في m في v في نيو. إذا بدي v، شو أقول؟ h على لامدا في m، h على لامدا في m، وعوض تعويض مباشر. تأكد بالآلة الحاسبة من هذه الأرقام لو سمحت. وهذا عندك طول الموجي 1، طول الموجي 1، نعم، في 10 ناقص 9 متر في الثانية. ليش قال ناقص 9؟ لأنه لازم يكون متر، ولكن هون أعطانا إياه بالنانومتر. طب هناك شو حولها؟ 1 في 10 ناقص 7 متر في الثانية. انتبهوا بالله لهذه النقطة. طيب، هنا شو كمان؟ اللهم صل على محمد. 7 في 10 أس 3 هون 10 أس 5، فكل ما كان طول الموجي أقل كل ما كانت السرعة أعلى، كل ما كانت السرعة أعلى. فالسرعة هون 10 أس 5 بينما السرعة هون 10 أس 3، إذا السرعة هون أعلى كما كان الطول الموجي أقل. الهوم وركس هذولا فقط على اساس ابين لكم انه هذا الموضوع في عليه هاي الاسئله، يعني هذا ما تسموهوش هوم وورك، لما احط على الاي ليرنينج بتحلوا. 47 48 49 50 هذه اسئله على هذا الموضوع. طبعا لما اقول لك الاجانب هيك بيحطوا تشابتر 7 سؤال 47، تشابتر 7 سؤال 50، من الى، واضح يا جماعه؟ عشان تعرف شو هي الرمز، تروح على تشابتر 7 تختاروا سؤال 47 و48 و49 و50 هم على هذا الموضوع وتدربوا عليهم. Diffraction results when light scattered. اوكي، نشوف بس خلينا نكمل هاي بس شريحتين وخلاص. Diffraction results when light is scattered from regular array of atoms or ions in crystal. Diffraction اللي هو التشتت ينتج من سقوط الضوء scatter، سقوط الضوء على سطح منتظم زي crystal as difference of light when pass through it، زي الضوء لما يمر، يعني زي تشتت الضوء أو انقسام الضوء يعني لما يمر خلال CD. نشوف CD بيشوف 7 ألوان، ألوان طيف أو بريزم منشور، تمام؟ هذا اسمه diffraction، هذا اسمه diffraction. لأن عندي نوعين من diffraction، خلينا نشوف مع بعض. For example when X-ray are directed into crystal، لما نسلط أشعة X على كريستال مصنوعة من نيكل تيتانيوم ألوي، نيكل تيتانيوم ألوي، the scattered radiation produce diffraction pattern of bright spot and dark area. يعني الإكسري هاي راح تعطينا نقاط مضيئة ونقاط مظلمة on photographic plate. هذه هي photographic plate، لما هذه السبيكة المصنوعة من النيكل تيتانيوم نسلط أشعة إكس مباشرة تعطينا هذه النقاط المضيئة والنقاط المعتمة. هاي نقطة معتمة، أو هاي نقطة معتمة، وهاي النقطة مضيئة.
تمام. في النقطة المضيئة ليش أضاءت؟ بسبب إنه أجت الموجات فوق بعض البعض بهذه الطريقة، بالتالي أعطتني constructive interaction وكبرت البيك بهذا الشكل، فأعطتني ال bright spot. والنقطة المظلمة هاي في أي مكان مظلم هون صار عندي نوع من أنواع التداخل اسمه destructive interaction، موجتين أجن فوق بعض لكن كل واحدة تلغى الثانية، وبالتالي طلع خط مستقيم. خط مستقيم يعني ما فيش ضوء، إذا dark spot وهذه bright spot. إذا this occurred because the scattered light can interfere constructively or destructively. هذه هي الشريحة فقط، تحفظوا إنه إذا كان ال wave in phase يعطينا constructive interaction، وإذا كانت ال wave out of phase يعني عكس بعض تعطينا destructive interaction. أوكي. هون آخر شريحة معنا اليوم. في القرن العشرين all matter exhibit both particle and wave and wave. يعني جميع المواد لها خواص البارتكل والخواص الموجية. Large pieces such as baseballs exhibit predominantly يعني تتصرف بشكل دائم وكأنها particle particular properties. The associated wavelength is so small that it is not observed. وليش قلنا predominantly إنها particular؟ لأن الخواص الموجية قليلة جدا تكاد تكون لا ترى ولا تحس، عشان هيك نقول هذه اسمها particle. والvery small أو teeny particle أو يسموها bit of matter such as photons will showing some particular properties exhibit predominantly wave function، لكنها بشكل دائم تظهر وكأنها موجة وليست particle. وآخر شيء الـ piece of matter in intermediate زي الإلكترون وهو مجال بحثنا راح يظهر both particular and wave property، راح يظهر له خواص جسيمية وخواص موجية زي ما أنتم شايفين. طبعاً زي ما راح تشوفوا أسف كذا زي ما شايفين، وهو مجال الفصل هذا كامل دراسة الضوء كلها علشان أفهم الإلكترون، وبعد ما نفهم الإلكترون وتركيبته ومن إيش يمشي كيف يمشي في الحياة، إنه له خاصية جسيمية وخاصية موجية ونأخذ عليه أمثلة، نروح ندرس المواد بإني أسلط أشعة على الجسم كيف تتفاعل مع هذا الإلكترون. بيك تكون انتهت محاضرة اليوم، نقفل الفيديو نفتح مجال الأسئلة. أوكي، نقفل التسجيل. Thank you.